بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Saida Fidel Zainab, daughter of Sayyed Asad Abbas. I am 13 years old. I am from Alipur. Now I am going to recite Surah Yasin. It is revealed in Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى أذقانهم فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم